تفضل فضيلتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام للإمام أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. آمين. قال المصنف رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلقوا إلا من كان معه الهدي، ثم يقصر ويحل إلا ويحل إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج مفعول به، يعني فأمر النبي عبد الرحمن أخاها رضي الله عنهم أجمعين. نعم، جزاك الله خير شيخ، أحسن الله إليك. فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. وعن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. وعن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي يعني الله عنه كان يسير بهدوء ويقول: السكينة السكينة، ليس الأمر بالإيضاع. فإن وجد فرجة في الطريق نص، يعني ترك الشناقة للناقة لكي تسرع في مسيرها. هذا المقصود به العنق، يعني شد عنق الناقة، والنص يترك لها العنان إذا وجد فرجة حتى لا يؤذين أحدا عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم شيخا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لما أشعر فحلقت قبل أن أذبح. لم أشعر حمدك، لم أشعر. أحسن الله إليكم شيخا، جزاك الله خير. لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء رجل وقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قد قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم. وعن عبد الرحمن، وأحسن الله إليك شيخ، وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟
قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاض الصفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري. وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منًا من أجل سقايته فأذن له. وعنه أي ابن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل والعشاء واحد والعشاء أحسن الله إليكم شيخًا بين المغرب والعشاء بجمع لكل جمع واحد مزدلفة، يعني مزدلفة، ليلة مزدلفة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما يعني لم يتنفل بينهما، لكنه أوتر لأنه ما كان يترك الوتر في حضره ولا سفر كما قالت عائشة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، وعلى إثر واحدة منهما. نعم انتهى الباب شيخنا حمد الله. اي نعم ممتاز. هنا فيها فوائد في هذا، طبعا هذه كله يتكلم عن صفه حج النبي عليه الصلاه والسلام. سئل سماحه الوالد الشيخ بن باز ما حكم من نوى الحج مفردا ثم بعد وصوله الى مكه قلبه تمتعا فاتى بالعمره ثم تحلل منها، فماذا عليه ومتى يحرم بالحج ومن اين؟ هذا هو الذي الان اللي هو اسمه فسخ الحج الى ماذا؟ الى ايش؟ إلى عمر. أيوة قال سماحته هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو الحج والعمرة جميعا، يعني إذا كان مفرد هذا محرم بالحج والحج والعمرة جميعا إذا كان قارنا، فإن الأفضل أن يجعلها عمرة، وهو الذي أمر النبي به عليه الصلاة والسلام أصحابه لما قدموا. بعضهم كان قارنا وبعضهم كان مفردا بالحج وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منهما إن كان قارنا أو من الحج إن كان محرما بالحج يوم العيد. طيب هنا لماذا علي بقي على ما هو عليه رضي الله عنه وارضاه؟ ليه بقي مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه اشترط حج النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه ذكرناه في مجلس، لانه هو قال النبي لما سأله، طيب لما راح لفاطمة وجدها قد اكتحلت ولبست ثوبا صبيغا وأحلت، قال ما بك؟ قال هكذا أمرني أبي، فذهب يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا علي بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله. هذه ليست نية، هذا اسمه إهلال، أما النية محلها القلب. قال إذن تبقى على إحرامك، فإن النبي قد هو قارن وساق الهدي معه وجعل علي يأتي بها من اليمن. نعم إذن من جاء مكة محرما بالحج وحده أو بالحج والعمر يعني قارنا في أشهر الحج وليس معه هدي، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى يقصر يتحلل الحل كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه الذي هو مقيم فيه داخل الحرم أو خارجه، ويكون متمتعا وعليه دم التمتع. ثم بعد ذلك أعمال مزدلفة، متى قدم الناس إلى مزدلفة أو إلى جمع، لأن الناس يجتمعون فيها وسمت مزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها.
فإنهم متى وصلوا؟ أذنوا وأقاموا وصلوا المغرب ثلاثا، ثم أقاموا وصلوا العشاء ركعتين، ثم أوتروا وناموا، ثم أوتروا وناموا. وفي أعمال يوم النحر ما قدم فيه شيء أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، قال لم أشعر طفت قبل أن أذبح إلا قال افعل ولا حرج، وإلا فإنه يرتب فيها أن يقوم بالرمي ثم بعد ذلك في هذه في ترتيب أعمال الحج يوم النحر اللي هو يوم إيش؟ اللي هو يوم العاشر، في مثل هذه الأمور التي ترتب أن النبي أنه يأتي يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات جاعلا منى عن يمينه ومكة عن شماله يكبر مع كل حصاة، ثم بعد ذلك يذبح الهدي إن كان قارنا أو متمتعا، ثم يحلق أو يقصر، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الركن أو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، ثم إذا ما سعى سعي الحج يسعى معه، وإذا كان متمتعا سعى معه، ثم يرجع إلى مكة ليبقى فيها. فإن قدم شيء أو أخر في ذلك لم النبي قال افعل ولا حرج. أذن النبي عليه الصلاة والسلام للعباس في الحج بعدم المبيت في منى، وهذا في مسألة المبيت في ليالي منى لمن لهم الخدمة كالسقاية وغيرها من مثل هذه الأشياء، أما البقية عليهم أن يبيتوا فين؟ أن يبيتوا في منى. ولذلك حديث ابن عمر مر معنا أنه رخص أن العباس استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهؤلاء الذين يرفدون الحجاج يقومون على إطعامهم وعلى أعمالهم إلى غير ذلك يترخص لهم في هذا كما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للعباس. أما ما دون ذلك من يتساءلون في هذا فإن المبيت في منى واجب، فإن المبيت في منى واجب. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من أعمال يوم أيام منى وهي العاشر والثاني عشر لمن كان متعجلا والثالث عشر لمن كان متأخرا، قال فمن تعجل في يومين فليثم عليه ومن تأخر فليثم عليه لمن اتقى، فإنهم يرمون بعد الزوال، يرمون بعد الزوال سبعا سبعا سبعا، الجمرة الصغرى الوسطى الكبرى، يدعو بعد الأولى والثانية والثالثة لا دعاء بعد في جميع أعمال الحج، ثم بعد ذلك يطوفون طواف الوداع. وصفية كانت حائض فسأل النبي هل طافت الإفاضة؟ قالوا نعم، قال إذن فلتنفر إذن، فخفف طواف الوداع عن الحائض والنفساء شريطة أن تكون قد طافت طواف ماذا؟ طواف الركن. و جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، وهذا معناه وجوب طواف ماذا؟ الوداع، إلا أنه خفف عن الحيض والنفس. فمن انتهى من أعمال الحج ثم مكث بمكة أيام وليالي ثم أراد أن ينزع إلى أهله، هنا يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، كما عند مسلم في صحيحه، وكما رمى عن حديث ابن عباس أمر الناس أو أمر الناس ويكون آخر عهد بالبيت، إلى أنه خفف عن المرأة الحائض، ويودع البيت بأن يطوف سبعة أشواط لا رمل فيها ويصلي بعد ركعتين، فإن صلاة الركعتين بعد كل طواف سنة، سواء كان طواف نافلة أو طواف زيارة أو طواف وداع أو طواف حج أو عمرة، بعد كل طواف يسن أن يصلى ركعتان. نعم. ومن خرج ولم يودع
فإن عليه شاة يذبحها بمكة وتوزع على فقراء الحرم، وبذلك يكون قد تم الحج. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الشعيرة العظيمة ونتقبلها منا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم.